السلام عليكم. هنبدأ جولتنا النهاردة بزيارة بالحي السكني السابع R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحي السكني السابع R7 من أجمل وأرقى أحياء العاصمة الإدارية الجديدة. إحنا دلوقتي على محور محمد بن زايد، وبالظبط كده يعني 5 دقايق هنوصل للحي السكني R7. الحي السكني الار 7 يعتبر من اجمل وارقى احياء العاصمه الاداريه، وقد تم تقسيمه الى 33 قطعه ارض على مساحه كبيره جدا تقدر بحوالي 1500 فدان، وتم بناء منطقه الار 7 وتصميمها بالكامل تحت اشراف اهم واكبر شركات التطوير العقاري في مصر لاقامه مجمعات سكنيه على اعلى مستوى، وتم تخصيص جزء للمولات لتوفير كافة الأنشطة التجارية والإدارية والخدمات العامة من مدارس وجامعات وغيرها من الخدمات. إضافة إلى ذلك، ستضم العاصمة الإدارية مدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة عامة مركزية بمساحة كبيرة جدا ومدينة ذكية ومدينة ترفيهية ومدينة للمعارض. مكملين دلوقتي، احنا ماشيين على محور محمد بن زايد وشايفين قدامنا كده منطقة CBD، الأعمال المركزية بالمولات والبرج الأيقوني، أكبر برج في أفريقيا، حاجة في قمة الروعة جدا يعني وتتميز. طبعا احنا رايحين دلوقتي على الحي السكني السابع R7 من على الطريق الدائري الإقليمي، هتبقى حاجة مميزة جدا. والدائري الإقليمي يعني ليه أكتر من نزلة على الأحياء العاصمة الإدارية. ماشيين كده، ودلوقتي وصلنا عند صينية الار 7، ده بداية الحي السكني السابع الار 7. على يمينا كده كومباوند تيكيا، وبعد كده مكملين في وسط ال دخلنا بداية الحي السكني السابع، وتطورات كبيرة جدا في الحي السكني هنا زي ما انتم شايفين، يعني أعمال إنشاءات بنسبة تقريبا 80-90% من الكومباوند والعمارات. وأكتر حاجة تميز هنا الأر 7 في العاصمة الإدارية موقع متميز جدا، حيث يقع على مقربة من أهم الأحياء والطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة الإدارية، كما أنه يلاصق حي المستثمرين أميز مناطق العاصمة الإدارية التي تعد الظهير الصحراوي لمحافظة القاهرة. كما يمتاز الحي السكني السابع الآر 7 بقربه من الحي الحكومي والقصر الرئاسي وحي الدبلوماسي وبالقرب من أرض المعارض، وأيضا يتمتع بقربه من مسجد الفتاح العليم وقدرائية الميلاد المسيح ودار الأوبرا ومدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر ومحور بن زايد الجنوبي ومطار العاصمة الإدارية الجديدة. كما تكون منطقة الار 7 على بعد دقائق من الطريق الدائري الإقليمي اللي احنا كنا عليه دلوقتي، والذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يربط ما بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة السخنة. ومكملين جولتنا كده في هنا في وسط الحي السكني السابع الار 7، من أفضل بقى الكومباوند هنا ميد تاون كوندو لصاحبة شركة تطوير العقاري، من أكبر الشركات هنا تطوير العقاري بيتر هوم، ده كومباوند الكوندو تبع بيتر هوم، من أفضل الشركات هنا تطوير العقاري وعندها مصداقية كبيرة جدا الصراحة، يعني زي ما انتم شايفين كده نسبة الإنشاءات عالية جدا. ونكمل كده معلوماتنا عن الحي السكني السابع الار 7، وتم توفير محطة كهرباء بقوة 4800 ميجا وات لضمان عدم انقطاع الكهرباء، وتم توفير نوادي رياضية واجتماعية وصحية، وتم تخصيص منطقة ترفيهية للأطفال والكبار، وتضم منطقة الار 7 مدارس وجامعات دولية وجامعات سويدية وكندية، وكان في فيديوهات صورنا كل الحاجات دي يعني. وتم توفير حدائق مركزية ومساحات خضراء ولاند سكيب وملاعب رياضية،
كما تحتوي الار 7 على عدد كبير جدا من الكومباوندات والوحدات السكنية المتنوعة، وتم الاهتمام بالامن والحراسة على مدار ال 24 ساعة. ويحتوي ايضا حي السكن السابع كاميرات مراقبة بتقنية حديثة جدا. اهم مشاريع العاصمة الادارية هنا طبعا زي ما احنا قلنا ميد تاون كوندو، ميد تاون فيلا، ميد تاون سكاي، وكومباوند اورو العاصمة الادارية، وريفان سكوير العاصمة الادارية، كومباوند دي جويا، وكومباوند كاتلان العاصمة الادارية، وكومباوند ميد تاون سكاي، كومباوند اويا. يعني الصراحة في هنا كمية شركات محترمة جدا، وزي ما انتوا شايفين كده يعني ابتدى الاهتمام هو خلاص يعني بالطرق، بيبتدوا بقى أعمال الطرق والأسفلت. يعني كل ده الصراحة يعني في فترة صغيرة جدا كل ده يعني في تطور ملحوظ جدا هنا في الحي السكن السابع زي ما انتوا شايفين كده. وداخلين على شمالنا كده كومباوند ميد تاون سكاي بيتر هوم للتطوير العقاري، يعني تقريبا تم بيع معظم الوحدات هنا، حاجة محترمة جدا وفي مصداقية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده. والفيديو جاي بالتفصيل كده ان شاء الله جوه الكومباوند، انتظرونا في مزيد من الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.